مساء الخير يا أصحاب أقليم الحرة بلبنان، من خلالكم بدي أوجه الرسالة للزعيم الوطني الكبير وليد باك جنبلاط. رسالة عاجلة إلى غسان سلامة من المجارير تبع لبنان، بسام يمين، يوسف سعادة، رامون العريجي، روني بروني، سليم كرم، اصطفين الدويهي، ومعلمن الكبير، معلمن بوزن ماترنيخ، بوزن هنري كيسنجر، بوزن كاميل باك جنبلاط، بوزن بيرني ساندرز، معلمن هيك بغرانو نحن الكبار. فهالرسالة يا وليد باك من هول هالمجرير كلهم إلى غسان سلامة. أستاذ غسان، أيها المفكر الكبير، أنت فخر للبنان أنت وأمين معلوف، وفخر كبير للبنان أنت وأمين معلوف، بس نحن كمجرير عم بيقولوا لك هول، لك كيف منيخد المناصب هيك بدون سي في، بدون ريزومي عني؟ الجهل والتعتير والقهر والظلم علمنا، هني عم بيقولوا هول المجرير، هول المجرير عم بيقولوا لك يا دكتور غسان او يا استاذ غسان سلامه. ما في لزوم نحمل شهادات، شغلي بسيطه كتير موجوده بلبنان، مش مصريات ثاني أباشا وحده اللي بتلعب، بيقدموا للساعة بلبنان ساعة وبأخروها ساعة، يعني بشو من هول هالمجارير اللي اسمون بسام يمين، يوسف سعادي، رامون العريجي، روني العريجي، سليم كرم، وصفين الدويهة، بيقولوا لك ما قالوا علاقة العلم بلبنان، كل طلعة شمس بيطلع ألف حمار بيردنا ألف سنة الوراء. والمفهوم عندك أسفي مش لك دكتور غسان، أنت فخر كبير وبدك تربح رشحك لبنان أو ما رشحك لبنان، ولكن لازم تعرف كيف مات ثاني أباشا، لازم تعرفه، لازم يعرفها، تقرأ كل الأجيال ليش مات ثاني أباشا. تحية، تحية للعلم، ما في حل إلا بالعلم. ليك عنا بأمريكا يطلعوا على المريخ، رايحين أبعد من السيستم، منظومتنا الشمسية لبرا، بالعلم، لا بمصاري ثاني أباشا ولا بفساد لبنان. أسفي على حسن نصر الله، بدل ما تكوع سقط هالنظام بسوريا وحط نظام اللي تريد وتتمشي الأمة الإسلامية والعربية كلها معك، مش تريد نهال هالمجرير ليكن بلبنان بوزاراتك بشو بقوت صلاحك عم بينفرضها، كمان بقوت صلاحك اليوم بدك تدمر غسان سلامة؟ ما بيجوز يا حسن نصر الله، استقيز، لازم تستقيز، وإلا الكيرسي جاية ما في حل أبدا. شكرا وألف شكر لوليد باك جنبلاط اللي سمح لي أني أحكي، وليد دكتور غسان سلامة، شكرا، تصبحوا على خير.